قالت له عندي شغل ولسه هتمشي. لقيت النحنوحة داخلة. سارة انت بتعملي ايه هنا؟ قالت لها جايبة له الاكل يا روحي، عندك مانع؟ تعالي كلي معانا. ايه ده جايبة لك الاكل؟ طب ودي قاعدة. قال لها لغيتي شغلك؟ قالت له اه، قررت اتفرج على الماتش الجديد. وبيان لسه هيتفرد ويتني، لقى سلمان في وشه وجايب لفاتح لبس الكرة هدية وجاي يلعب معاهم. وسأل بيان بتشجع نادي ايه؟ قال له ليفربول. فقال له انت قديم قوي، في فرق جديدة طلعت اشطر منها، وانا مش قصدي هنا على النادي. طب وريني لعبك يا عسل. وتاري وسارة بيتفرجوا وبيان بيقول له هقتلك، وسلمان خد الكرة منه وانا بشجع اللعبة الحلوة. وسارة مبسوطة. وتاري قالت لها انت بتشجعي مين بالظبط؟ والتاني مش عارف ياخد الكرة منه فاداله مقص وقعه وقال له ما تاخدش حاجة مش بتاعتك تاني. وفي العربية سلمان بيصرخ من رجله وبيان قال له ما انتوا مش قد اللعب بتلعبوا ليه؟ تاري قالت له ما كان بيلعب انت اللي وقعته. والنحنوحة قالت الله، هو عايز يفضل كسبان على طول؟ تاري قالت لهم ايه الوقاحة اللي انتوا فيها دي؟ وسلمان قال له وديني المستشفى يا اخي بسرعة. قال له ما تقولش اخويا، انت مش اخويا ومش رايح بيك مستشفيات، شوية تدليك وهتبقى كويس، ما تقرفوناش بقى. ولما تاري زعقت وداهم اعفى مستشفى في البلد. والموظف قال له استنى دورك في الطابور. وسارة طلعت لبيان مية فتاري اتغاظت وقالت لجوزها تشرب مية يروحي، فبيان اتضايق. وجم يشربوا سمعوا المرضى بتصوت جوه وقامت تسنده، والتاني هيبخ نار من بقه. بسم الله. وتبدأ الحلقة 7 وسلمان وتاري داخلين بالعربية على بيتهم، وأول ما دخل بالشنط ارتبك وقالت له أوضتنا في الدور التاني. فسألها على أوضة الضيوف، قالت له بتسأل ليه؟ قالها خليك انتي وفاتح فوق وانا هبات هنا. فاستغربته. ونروح لبيان اللي واقف سرحان قدام البسين واخته بتقول له تلم المتعوز على خيب الرجا، هي ناشفة علينا كده ليه؟ قالها انا متعود على الفراق، جربته زمان. فقالت له انا بقى مش عارفة انا عايشة ليه. فرد وعينه بتدمع لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فقالت له دي من سورة البقرة آية 286 مش كده؟ في اخر الصفحة على اليمين. الله الله، ده احنا بنذاكر كمان، مش ناويين نتحجب بقى؟ فتح الله عليكي، انتي بتحفظي قرآن وانتي بشعرك كده، اتحجبي بقى وكمليها. قالت له الواحد ساعات يبان عليه انه متماسك وما يهموش لكن بيبقى جوانا نار. فقال لها نصيبك ما بيروحش لغيرك، هتلاقي توأم روحك في يوم من الايام بس في الوقت اللي ربنا كاتبه. قالت له طب يا عم الفزلوك، ما انت كان معاك توأم روحك وضيعتها. قال لها ماليش سيره ولا ذكريات غيرها، عشان كده بنصحك ما تبقيش زيي. ونروح لابو عريسها اللي بيوري لابوها الفيديو المتسرب على النت، ومامته بتقول انتشر بسرعة رهيبة وكل الناس شافته. ومامة بيان بترد ان النت مليان فبركة، وابوها قال بكل وضوح الحادثة حصلت من 3 سنين والبنت كانت ضحية الشاب اللي اسمه كارلي وكان خطيبها قدامنا كلنا، لكن طلع مش محترم ومن المجرمين اللي بيبتزوا النساء عشان فلوسهم وبيصوروا فيديوهات غير اخلاقية عشان الهدف ده، وانا سجنته ووديته في داهية. فالراجل قال له انا مقدر موقفك لكن محدش يقدر يجوز بنته لوحدة كل الناس شافوها على النت مع واحد تاني، جوازه منها هيشوه سمعة عيلتنا. فأبوها اتعصب وقال له انتوا كنتوا هتموتوا وتاخدوا بنتي وتناسبونا، لكن دلوقتي احنا اللي ما يشرفناش نعرفكم. وسابهم ومشي. وفاتح الصبح مامته بتفطره سألها هو عمو سلمان هيعيش معانا هنا زي العريس كده؟ قالت له من هنا ورايح هو الراجل اللي هيهتم بينا ويشيل مسؤولية البيت. قال لها مكان بابا يعني؟ قالت له محدش مكان بابا، عمو سلمان هيفضل عمه لكن دوره هنا يحمينا. وهو صحي وجي يفطر معاهم. وبالليل سألته انت ليه مش راضي تنام فوق معانا؟ قال لها انا بس بشتغل بالليل كتير وبحضر دكتوراه، محبش ازعجك وانا سهران. فقالت له موضوعها ايه بقى؟ قال لها في السيرة النبوية. فاتبسطت وشالت فاتح وطلعت. واول ما طلعت اوضتها مسكت صورتها مع بيان وحضنتها وعيطت. أما سلمان في أوضته شال صورة فرحها مع بيان من على الحيطة، وأما صحيت الصبح لقيته بيغسل المواعين وقال لها أنا متعود على كده. وبعدها قال لهم هروح بقى أنظف البسين. ودرمي بتضحك أخيرا لقيت حد يساعدني، مش بيان طول النهار أوامر. وبعدها راح غسل العربية بنفسه وتتحايل عليه يرتاح يقول لها أنا بحب كده. وتاني يوم صحيت لقيته قاعد على طبق الغسيل في الأرض بيغسل هدومه ونشرها على المنشر. أما بيان فبيطلع طاقته في الكورة وجاب جون، وسارة جايباله ساندويتش برجر وهو بياكل هزر وحكوا على الكورة والنوادي اللي بيحبها. وقالت له خلينا نتكلم جد، أنا بفكر أساعدك في شركتك، حاليا أنت محتاج دعم مالي. قالها كفي نفسك الأول، وقلبها هزار. وفعلا درست معايا أحوال الشركة وساعدته ياخد قرارات ناجحة والدنيا بدأت تظبط، وبقت تشاركه
كل حاجة، حتى الموظفين لاحظوا الفرق في جديته في الشغل. والفروع اللي قفلت فتحناها تاني بفضل الله، وراح قال لها ما شفتيهمش وهما بيسقفولي؟ قالت له الموضوع وصل للتسقيف؟ لا ده أنا فاتني كتير. قال لها كبار السن في الشركة وبابا بيعتبروني تافه، وكان صعب أقف على رجلي وأقنعهم بالعكس، بس أهو حصل وبقيت جدير بالثقة. قالت له أنا مبسوطة أني قدرت أساعدك. وكانت عايزة تقوله حاجة مهمة، لكن فاتح ابنه اتصل بيه عشان نسي ميعادهم وقال له مين دلوقتي هيلعب معايا الكورة، فاعتذر له وقال له هحجز الملعب وانت قول لماما لحد ما بلغك الميعاد. ونروح لإيمي اللي بتجري على جوزها بتحليل الحمل وقالت له مبروك، لكن هو ارتبك وما كانش مبسوط. فقالت له مالك؟ اوعى تقولي انك خايف من مسؤولية الطفل. وابوها لما عرف بقى يرقص من الفرحة وقال لجوزها مكشر ليه انت راخر؟ طبعا ما انت عاطل عن العمل، هتجيب لابنك اللبن منين؟ وعموما انا هتكفل بيه، دي اللحظة اللي بستناها من زمان. وفضل يرقص والتاني قام مقموص. وإيمي راحت لتاري بالسكوتر بتاعها، قالت لها يا بنتي انت مجنونة، ده منظر واحدة حامل ولما تتزحلقي وتقعي على جدر رقبتك. قالت لها سيبك انت، رد فعله ما كانش مريحني. لكن تاري حاولت تطمنها، وإيمي قالت مصيبة لا يطلع زي جوزك. وتاري قالت لها لا علي صوتك اكتر، في ناس لسه ما سمعوش. سيبك انتي طمنيني الحاج عامل ايه؟ تاري قالت لها عمك الحاج من ليلة الدخلة وهو بيحضر دكتوراه في اوضه لوحده. وفجأة جوزها اتصل بيها وبيزعق مع باباها، فقفلت بسرعة وقالت لتاري يا رب ما يضربوش بعض، وروحت له جاري. فقال لها باباكي مرة يقول لي دور على شغل ومرة يدور لي هو وجايب لي شغل في مغسلة، اكيد يعني مش هشتغل غسالة. وقالت له هو اكيد عايز لك شغلانة افضل، لكن محدش بيبدأ كبير. قال لها مش لدرجة مغسلة. فاتضايقت وقالت له نفسي تتأمل حالك لحظة مرة، متجوزين من 3 سنين مش عاجبك حاجة؟ لا مش هشتغل هنا، لا ده مش من مقامي، كل الشغل مش عاجبك، الرجالة مجبرة تشتغل، ربنا خلقها كده، ده أقل حق من حقوقي إنك تشيل مسؤوليتي وإنت مش موفرهولي، وبابا عنده حق. قال لها لا يا حلوة، الحل نأجر شقة وحدنا وساعتها باباكي مش هيعرف يضايقني. قالت له هو ده اللي همك؟ أنت خسر الكلام معي. ونروح لسلمان اللي عامل ندوة مسائية، وبعد ما خلصوا نده كنين وقالها حد عايز يكلمك، ولقيته العريس فطلعت تجري، جري وراها وادالها ورقة من سكيت. ولما روحت قريتها، انا ما بعرفش اعبر عن مشاعري، لكن ابويا وامي هما اللي لغوا الجوازه ومحدش قال لي، وانا ما يهمنيش ماضيكي وعايزك حاولي تديني فرصه. وبيان بعد ما خلص الماتش مع اصحابه، تاري جابت له ابنه زي ما اتفقوا واستاذنت تمشي. قال لها خليكي معايا شويه، قصدي معانا. قالت له عندي شغل. ولسه هتمشي لقيت النحنوحه داخله، ساره انت بتعملي ايه هنا؟ قالت لها جايبه له الاكل يا روحي، عندك مانع؟ تعالي كلي معانا. ايه ده جايبه لك الاكل؟ طب وادي قاعده. قال لها لغيتي شغلك؟ قالت له اه، قررت اتفرج على الماتش الجديد. وبيان لسه هيتفرد ويتني، لقى سلمان في وشه وجايب لفاتح لبس الكره هديه وجاي يلعب معاهم. وسال بيان بتشجع نادي ايه؟ قال له ليفربول. فقال له انت قديم قوي، في فرق جديده طلعت اشطر منها، وانا مش قصدي هنا على النادي، طب وريني لعبك يا عسل. وتاري وساره بيتفرجوا، وبيان بيقول له هقتلك، وسلمان خد الكره مني وانا بشجع اللعبه الحلوه. وساره مبسوطه، وتاري قالت لها انت بتشجعي مين بالظبط؟ والتاني مش عارف ياخد الكرة منه، فادالهم قص وقعه وقال له ما تاخدش حاجة مش بتاعتك تاني. وفي العربية سلمان بيصرخ من رجله، وبيان قال له ما انتوا مش قد اللعب بتلعبوا ليه؟ تاري قالت له ما كان بيلعب انت اللي وقعته. والنحنوحة قالت الله، هو عايز يفضل كسبان على طول؟ تاري قالت لهم ايه الوقاحة اللي انتوا فيها دي؟ وسلمان قال له وديني المستشفى يا اخي بسرعة. قال له ما تقولش اخويا، انت مش اخويا ومش رايح بيك مستشفيات، شوية تدليك وهتبقى كويس، ما تقرفوناش بقى. ولما تاري زعقت وداهم اعفى مستشفى في البلد، والموظف قال له استنى دورك في الطابور. وسارة طلعت لبيان مية، فتاري اتغاظت وقالت لجوزها تشرب مية يا روحي، فبيان اتضايق. وجم يشربوا سمعوا المرضى بتصوت جوه، وقامت تسنده والتاني هيبخ نار من بقه. وبالليل تاري بتودي له مية فبتسمعه في اوضته بيقرا قرآن، فبتبدأ ترتاح له أكتر. وكنان وافقت تقابل عريسها ووصلها بالعربية وعرفت باباها. وبالليل سلمان بيخبط على تاري، فلبست الحجاب بسرعة وفتحت له الأوضة. قالها وقت الصلاة؟ قالت له صلاة إيه؟ الفجر لسه ما أذنش. فقالها صلاة التهجد مش بتقيمي الليل؟ تاري تنحت وقالت له حاضر، ودخلت سرحانة. وافتكرت لما كانت بتتحايل على بيان يقوم يصلي الفجر واستهزأ بيها، وفي لحظة فهمت الفرق بينهم، أصل الحب مش كل حاجة، الراجل المحترم بيتحب وهو ساكت. وقامت الصبح لقيته محضر لها أحلى فطار، تحسوه راجل كده مش مزعج، العيشة معاه مريحة وإحنا مش ناقصين فرهاد والله. وقالها أنا بحب أكل البيت أنضف من المطاعي، حتى لو أنا اللي هطبخلك بإيدي. وبيان بيقابل سارة وقالها أنا عازمك زي ما وعدتك على أغلى مطعم سوشي في البلد،
ونروح لجوز ايمي بيتغدى، وابوها جه قال له جبت لك شغلانه حلوه، راجل مسن محتاج رعايه ومرتبها عالي جدا. قال له ما كل الاول، وبعدين ايه جليس مسنين دي؟ فقال له انت بتستهبل، هي بنتي هتفضل تصرف عليك وتاكلك كده على طول. وايمي طلعت زعقت في ابوها وقالت له سيبه في حاله بقى، مش لازم يشتغل اي شغلانه عشان يعجبك، كل مشاكلنا بسببك. وخدته ودخلت الاوضه، والتاني بعد العزومه قال لها فلسطيني وهروح ماشي لحد بيتنا، بس بشكرك على وقفتك جنبي في شغلي. قالت له وانا مبسوطه انك نجحت. قال لها هو انت مش مخبيه عليا سر؟ قالت له لا. طيب تصبحي على خير. ولسه ماشي قالت له انا لسه بحبك. فتضايق وقال لها انا مروح سلام، وسابها لوحدها. ونروح لسلمان اللي بياخد فاتح وهو نايم ويطلعه قطه، وتاري قالت له رجلك بتوجعك؟ قال لها ولا يهمك، ونايمه على سريرها. وشاف صوره بيان وهو خارج فقلبها على وشها، وتاري افتكرت لما قلبت صوره ساره زمان وفهمت احساسه وعرفت هو ليه متجنبها، وندهت له سلمان ممكن تبات في قطي النهارده وبس خلاص. لو عجبتك الحلقه قولي ايه رايك في الكومنت. باي باي.